أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في الأسبوع الثالث من دروس اللغة العربية. أهداف هذا الأسبوع أعزائي الطلاب، عليك عزيزي الطالب أن تكتشف مفهوم وأنواع فن المناظرة وقراءة مناظرة بين السيف والقلم قراءة جهرية، وأيضا يتعرف الطالب على مفهوم الإسناد. فن المناظرة عزيزي الطالب، المناظرة في قاموس اللغة العربية المعاصر بأنها حوار وجدال علمي يقوم أطرافه بالتحاور حول قضية فيها إشكالية معينة، ويكون هناك طرف مؤيد وطرف آخر معارض. كما تعرف عزيزي الطالب المناظرة بأنها نوع من الحوار بين طرفين أو أكثر، بحيث يكون على معرفة بالقضية المطروحة للمناظرة، وتقوم المناظرة على أساس وجود طرف مؤيد للقضية وطرف آخر معارض أو لديه رأي مخالف في أحد النقاط المطروحة ضمن إطار القضية، حيث يقوم كل طرف بمحاولة إثبات صحة رأيه والدفاع عنها باستخدام الحجج والبراهين العلمية، كما يحاول إقناع الجماهير برأيه وحججه، كما أيضا يحاول كل طرف إثبات خطأ موقف ورأي الطرف الآخر، وذلك من أجل الفوز في المناظرة. وتدار المناظرة ضمن قواعد وضوابط وشروط معينة تختلف حسب المكان. أما عزيزي الطالب فوائد المناظرة، تعزيز الثقة بالنفس وتقدير الذات، تساعد المناظرة على اكتساب علوم ومعارف ومهارات جديدة، تنمية القدرة على بناء الأفكار وتنظيمها، تطور المناظرة قدرة الشخص على التفكير النقدي ومهارته في التفكير، تنمي المناظرة مهارات التحليل العلمي ومهارات تدوين الملاحظات، تنمي روح العمل الجماعي، تطور مهارة الخطابة، وتطور قدرة الشخص في عرض الحجج والبراهين وكيفية استخدامها بشكل جيد. هناك عزيزي الطالب آداب المناظرة، فيما يلي بعض الآداب التي يجب اتباعها في المناظرة، وهي تحديد نقاط الاتفاق بين الطرفين وذلك لتضييق مساحة الاختلاف، فكلما تسعت دائرة الخلاف يصعب الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، فالعمل على تقريب الآراء ووجهات النظر والوصول إلى الحقيقة وإظهارها هي الهدف العلمي من المناظرات، تجنب الاعتداد بالرأي والتمسك به على حساب الحقيقة المراد إظهارها، تجنب تجريح الطرف الآخر ووصفه بالمخطئ، لأن الغرض من المناظرة هي مناقشة الأفكار وليس مناقشة الأشخاص. أيضا إعطاء الطرف الآخر كامل وقته بالحديث وعدم مقاطعته حتى يتمكن من إيصال فكرته بشكل واضح وكامل. أيضا أن يكون الهدف من المناظرة إثبات صحة أو نفي خطأ القضية، وليس مجرد إثبات رأي طرف ونفي رأي الطرف الآخر. إذن عزيز الطالب المناظرة هي حوار وجدال يقوم أطرافه بالتحاور حول قضية فيها إشكالية معينة، ويكون هناك طرف مؤيد وطرف آخر معارض. أيضا هي نوع من الحوار بين طرفين أو أكثر، بحيث يكونوا على معرفة بالقضية المطروحة للمناظرة، وتقوم المناظرة على أساس وجود طرف مؤيد وطرف آخر معارض أو لديه رأي مخالف في أحد النقاط المطروحة ضمن إطار القضية. أما الدرس الثاني عزيز الطالب في هذا الأسبوع هو قاعدة الإسناد، وهي إسناد الفعل المضارع المعتل الآخر. الفعل المضارع عزيزي الطالب المعتل الآخر هو فعل يدل على حدث يحصل في الزمن الحالي أو المستقبلي القريب، وينتهي هذه الحروف بأحدى حروف العلة ألف واو ياء، كما في يسعى، يدعو، يقضي، ويسمى هذا الفعل بالفعل المعتل الناقص. يقصد بالمعتل أي أن حروف العلة التي فيها تتبدل وتتغير بفعل عديد من العوامل التي تدخل على الفعل، وأما سبب تسميته بالفعل الناقص لأن حروف تتعرض إلى الحذف عند إسناده إلى بعض الضمائر. أيضا إسناد الفعل المعتل عزيز الطالب هو عند إسناد الفعل المعتل إلى الضمائر، فإنه يتريه بعض التغييرات في آخره بحسب الضمير. إسناد الفعل المضارع المعتل الآخر إلى ألف الاثنين، وهي ألف ساكنة تتصل بالفعل وتدل على اثنين سواء مذكرا أو مؤنثا،
وتعرف ضميرا متصلا في محل رفع فاعل، وعندما يسند الى الفعل المضارع الاخر بالف اثنين سيتم ارجاع ارجاع حروف العله وهو الالف الى اصله الواوي او الياء ثم اضافه الالف. يسعى الفعل المضارع المعتل ينتهي بالالف، وعند اسناده الى الف الاثنين يصبح يسعيان، حيث تم قلب الالف في اخر الفعل ياء ومن ثم اضافته الى الف الاثنين. شاكرة لكم اعزائي الطلاب حسن استماعكم.